اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على سير أعمال الترميم في مبنى روضة الإبداع بمديرية دار سعد في محافظة عدن، الذي يجري إعادة ترميمها ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن الممول من المركز. وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الديباني إلى أن مشروع دعم التعليم في اليمن الذي ينفذ حاليا سيعمل على إعادة ترميم عدد من المدارس في محافظتي عدن وحضرموت.